أيضا في نفس ذات الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة. أستاذ كمال، خليني أتكلم مع حضرتك في نقطة أخرى ونقطة مختلفة، مسألة وعي المواطن المصري. والحقيقة أن هذه النقطة كان دائما يتحدث عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية في كل المحافل الدولية، حتى في كل المؤتمرات والمنتديات. كيف تقرأ إقبال المواطنين المصريين في الخارج، أو بصفة عامة كيف تقرأ المشهد الانتخابي اليوم؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي للسادة المشاهدين يا فندم. المشهد الانتخابي اللي بدأ من قبل منتصف ليلة أمس في نيوزيلندا في البعثة بتاع السفارة المصرية الموجودة في لندن كان حاجة مشرفة. النهاردة المشهد بيتكرر في 121 دولة في جميع أنحاء العالم من خلال حوالي 137 مقر، سواء سفارة أو بعثة دبلوماسية. الشعب المصري دايما يعني بيدي دايما رسائل، واحنا شفنا يمكن زي ما حضرتك بتتكلمي عن الوعي الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل خطاباته وفي كل كلماته. يمكن احنا شفنا في مؤتمر حكايه وطن لما نشد المصريين، واحنا عارفين دايما الرئيس عبد الفتاح السيسي لما بيدي رسائل للمصريين بيتجاوبوا بسرعه مع الرسائل. لما طلب الحج بسبب احداث اللي حدثت في غزه، الشعب المصري نزل. فبرضه من رسالته في حكايه وطن لما قال بطالب المصريين سواء في الداخل او الخارج، انزل شارك، ادلي بصوتك، مارس حقك الدستوري، وامنح صوتك لمن تراه مناسبا. فاحنا شفنا النهارده العرس الديمقراطي او العرس اللي شفناه، سواء اللي انا بعتبرهم القوى الناعمه لمصر في الخارج اللي موجودين في 121 دوله. النهارده انا بفتخر ان انا مصري. طبعا الجهود دي ما قامتش من فراغ، احنا شفنا جهود الدوله المصريه، الدور اللي قامت بيه الهيئه الوطنيه للانتخابات لما سهلت المصريين في الخارج من خلال البطاقه الشخصيه ان هو يدلي بصوته، وزاره المصري شؤون الهجره والمصريين بالخارج، الخارجيه المصريه، ثم حملات المرشحين الاربعه، لان انا بعتبر الاربعه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي والمرشحين الاخرين كلهم وطنيين مخلصين، حملاتهم في الخارج كانت بتوعي المواطن المصري في اي مكان في العالم، انزل وشارك، امنح صوتك الانتخابي لمن تراه مناسبا، امارس حقك الدستوري. فشفنا العرس اللي موجود في ال 121 دوله النهارده العالم، اللي هو فعلا النهارده انا كمصري قبل ما ابقى رئيس حزب، لا انا بفتخر ان انا فعلا مصري، وبشوف هذا العرس الديمقراطي او العرس اللي هو بيشارك فيه اللي انا بسميهم، اذا كان لينا 121 سفاره، لا النهارده انا عندي المصريين بيمنحوا في الخارج، بيمنحوا رساله انهم الظهير للوطن المصري في 121 دوله، الظهير الاول لمصر في 121 دولة، وبيدي رسالة للعالم أن المصريين رغم بعدهم عن الوطن وأرض الوطن ومشاكل الوطن، لكن يعيشوا بقلوبهم، بيعيشوا بأفكارهم ما يعيشه الوطن المصري. عشان كده شفنا حاولوا يقدموا رسالة للعالم. اللي احنا بيدي رسالة النهاردة بنتواصل على السفارات أو البعثات الدبلوماسية عشان نقول إن احنا بنمارس حقنا الدستوري، وبنلعم لمن اللي هو اللي فعلا بيحمل، اللي هو بيعتبر هو في نفس اختيار، مش بتكلم عايز اقول اختيار اللحظه، هو منذ ان تولى احنا كحزب رياده داعم للرئيس عبد الفتاح السيسي، مع احترامي وتقديري واحترامي مره واثنين وثلاثه للمرشحين الثلاثه الاخرين اللي هم بيمثلوا احزاب مصريه وطنيه، لكن احنا بقول منذ ان تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤوليه في 2014 شفنا حمل على عاتقه، سواء بقى من اصلاح اقتصادي، سواء بمحاربه الارهاب، سواء في كل المجالات، مجال الزراعه، زياده الرقعة الزراعيه. فالنهارده بعتبر ما يتم في 121 دوله هو عرس ورساله للعالم ان المصريين اللي خارج قبل الداخل هم وطنيين مخلصين بيساندوا دولتهم، وفعلا بداوا يحققوا. شفنا يمكن ظاهره لم نراها من 2011، هو خروج المصريين عشان يمارسوا حقهم الدستوري في كل دول العالم في 137 بعثة دبلوماسية أو في مكان انتخابي في 121 دولة. نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا أستاذ كمال حسنين رئيس حزب الريادة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.